السلام عليكم. عندنا هذه السلة سويناها متحركة مع هوك حق القلص الطريقة هذه. أوبن ويليام بحيث تبغى تفتح الباب تروم تفتح الباب هي. وسلة ثابتة مع بيرينج أساس إن ما تعتر على السيارة البيبان تتبطل عادي. طبعا هذه قاعدة عندما ما تركب هنا فيك تحط البين نفس هذا وفيك تحط برغي فبرغي يكون أحسن أساس إزعاج وانت تمشي. كلوز هذا فان طبعا شيفروليت فنقدر نسوي حق أي سيارة. الحين ثبتت